إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. ده فيديو أو محاضرة أنا وعدتكم بيها إن أنا أحكي لكم أنا تعاملت إزاي مع الألم المزمن، زي ما إحنا في المحاضرة اللي قبل كده إن في ألم مزمن، ودايما المريض فاكر إن الدكتور مش حاسس بالألم بتاعه أو ما جالوش الألم بتاعه، تمام؟ فده غلط طبعا، يعني الدكتور بشر والبشر محكوم عليه بالألم المزمن، لازم في ألم في حياة البشر. فهقول لكم أنا المفروض إن أنا دكتور وبعالج الآلام المزمنة، فهقول لكم أنا عالجت نفسي إزاي، أو أنا بتعامل إزاي عندما أكون مريض، بتعامل إزاي مع الألم المزمن، عشان انت كمان قدر الامكان لو قدرت انك تتعامل زيي وما تروحش للدكتور يبقى انا افدتك فائدة عظيمة جدا جدا. طيب نبتدي بايه؟ عندي اوجاع كتير، تمام؟ نبتدي بمفصل الكتف. انا زمان في الشباب يعني كنت بلعب العاب قوة، وكنت بلعب رفع اثقال وحاجات زي كده، وخلاص والموضوع انتهى. من حوالي 10 سنين كده لقيت كتفي بيوجعني جدا، الكتف بيؤلم بشكل فظيع، الناحيتين الكتفين، وألم شديد جدا، وأصحى من النوم عندي ألم جامد وفجأة. طيب إزاي حاجة زي كده تبتدي فجأة؟ أنا ما شلتش حاجة، ما عملتش حاجة. طيب فعملت رنين زي ما كلكم بتعملوا، فلقينا ان في قطع جزئي في الاوتار، ان المرضى بقى اللي جولي وشفت الرنين بتاعهم يبقوا عارفين حاجه زي كده، ان في قطع جزئي في الاوتار، خشونه بسيطه من شيل الحديد، لكن في التهاب في الاوتار، التهاب في الكيس الزلالي، وابتدى يعني ابتديت بقى الم شديد جدا جدا جدا. طيب لما عملت الرنين ولقيت كده، طيب الكتب بتقول ايه؟ العلم بيقول ايه؟ بيقول اعمل علاج طبيعي. خدت الرنين المغناطيسي، رحت للدكتور العلاج الطبيعي، قلت له شوف الرنين عندي كذا كذا، ايه؟ ابتديت اعمل علاج طبيعي، والعلاج الطبيعي لمفصل الكتف هو اهم حاجة، اهم حاجة في مفصل الكتف العلاج الطبيعي. طيب مع العلاج الطبيعي بناخد بعض المرخيات العضلية، حاجات تفك العضلات وتتحمل بقى. العلاج الطبيعي بيبقى مؤلم قوي في الكتف، ترجع ايدك كده لازم تستحمل. طيب العلاج الطبيعي قد ايه؟ شهرين. طيب عملت علاج طبيعي شهرين وبرضه ما حصلش تحسن، طب ده القرار غلط؟ عشان المرضى دايما بيبقوا فاكرين ايه؟ انك مدام عملت حاجه وما جابتش نتيجه يبقى القرار غلط. لا مش غلط، هو الكتب بتاعتنا بتقول اعمل علاج طبيعي، ولو ما جابش نتيجه العلاج الطبيعي لوحده نعمل لك بقى حقن، تمام، وتردد حراري وحاجات زي كده. طيب بنحقن معاملات النمو، ماده جيلاتينيه، بس من 10 سنين ما كانش فيه معاملات النمو لسه، فالماده الجيلاتينيه هي اللي كانت موجوده، حقن مادة جيلاتينية ومعاملات نمو، تردد حراري، نرجع تاني نعمل علاج طبيعي. طيب عملنا علاج طبيعي تاني شهرين، ما التحسن مش في تحسن ممتاز، بس برضو مش جامد. طيب اتبقى شوية ألم، فقالوا لي نعمل عملية منظار، تمام، علشان نخيط الوتر. طيب انا عارف ان انا لو عملت عملية منظار وخيطت الوتر ما هو هيرجع تاني يتقطع وهيحصل تليفات، فهم زمايلي، فقلت لهم طب انا مش عايز اعمل المنظار لان ليه مشاكل، ده انا بقول للمرضى ما يعملوش منظار. فقالوا لي يبقى تستحمل الوجع. حاضر استحمل الوجع، انا ما عنديش مشكلة. طيب ما هو انا كتفي، انا بشتغل بايدي، يعني انا بشتغل بايدي وانا ايدي الاتنين تعبانين، تمام، فالحقن والتردد الحراري شغل كله وانا رافع ايدي كده ولابس، لما تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا واحنا لابسين نلبس الابرون ده، حاجه واقيه، حاجه رصاص كده، بلطو رصاص بيقي من اجهزه الاشعه لان احنا بنشتغل بالاشعه كتير، ده وزنه 50 60 كيلو فوق كتفي، تمام. فخلاص انا عرفت ان كتفي هيفضل مصاب على طول، وان هو علشان اقلل الالم بتاعه لازم، وانا داخل عليا الشتاء لازم هيكون في شوية ألم، لازم اعمل كمادات دافية، تمام، على كتفي، لو زاد عليا الألم اروح اعمل علاج طبيعي، وبعمل علاج طبيعي بشكل يعني كل سنة مثلا بعمل لي شهرين علاج طبيعي على كتافي، لو زاد الألم خالص بعمل حقن في الكتف
زاد قوي، بنعمل تردد حراري، كل ده تمام. فهو ده القصة. يبقى هنعمل ايه؟ طب انا كده هيرجع تاني، بيرجع الالم، بيرجع ده في كل دخول شتاء الم شديد جدا في مصر كده. هل بقى معنى كده اني انا يعني خلاص بقى العلاج فاشل والطب فاشل ومش عارف ايه فاشل ولا حاجة؟ ده نصيب من الالم المزمن، ده نصيب من الالم المزمن، ان هو بيجي في كتافي الاتنين عندي قطع جزئي في الاوتار، هيفضل طول عمري عندي قطع جزئي في الاوتار، وهيجي لي الم، وكل ما يجي لي الم احط كمادات واعمل واشتغل. ما هو القصه ان انا شغلي برضو بيتعب المفصل الكتف، شغلي كله من مفصل الكتف تمام، فبرضو بيحصل نفس الامور، ودايما بعمل قربة ميه دافيه وكمادات دافيه. ليه؟ لاني كنت بلعب رياضه عنيفه زمان، والواحد بقى وهو شاب ما بيعرفش ان العضلات القويه اللي انت ربيتها وانت شاب دي لما تكبر العضلات هتضعف، هتتقطع وهتتعمل، لانك قويتها وانت شاب زياده عن اللزوم. انت عملتها وكبرت، والعضلات دي هتفضل تلعب حديد طول عمرك؟ هيجي وقت لازم هتقلل البتاع، هيبقى عندك عضله كبيره ووتر متحمل عليه بس مش قوي، لانك كل ما بتكبر في السن، ودي سنه الحياه. يبقى ده مفصل الكتف تمام. خلينا بالمرة في الفيديو ده أو في المحاضرة ده نقول بقى مفصل الكوع، علشان أنا بشيل حاجات تقيلة في شغلي، عشان هو أنتوا فاكرين بس إن إيه، إن الشغل المرهق ده شغل الناس اللي هم العمال والحاجات دي. يعني في الشغل بتاعنا بشيل حاجة في الشغل، بزق بعمل حاجة في شغلي، فبتبتدي العضلة دي، والعضلة دي بصوا كانت قوية، يعني هي ما يمكن يكون فيها شوية قوة يعني زي زمان، لكن برضو الحديد العضلة قوية، فالوتر بتاعها بيبقى موجود على الكوع هنا. فزي الناس اللي بيجي لها تنس إلبو، يعني يقول لك أنا عندي تنس إلبو، أنا ما بعالجش الحاجات دي يعني تمام، مش بحقن فيها كورتيزون ولا كده، لكن العلاج بتاعها لما يعني حصل بقى التنس إلبو وألم شديد جدا، الناس عارفة مجرباه، يا دوب تيجي تمس، لو أول ما تدوس كده تلاقي العضلة شدت والوتر ابتدى يقلب. طيب انا عملت فيها ايه؟ هو المفروض ان انت ايه، ممكن تاخد فيها حقنه كورتيزون، وممكن مره واحده بس ما تكررهاش تاني، مره ليك مره، وممكن تعمل معاملات النمو، يعني ممكن نحقن فيها معاملات النمو تمام، وبس هي بترجع تاني. فلو المريض بقى مش فاهم موضوع الالم المزمن، هيفضل بقى رايح يقول لك الدكتور ضحك عليا والحقن بترجع ومش عاجبه. طب ما انا مريض زيك تمام. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بحط كمادات دافيه باستمرار عليها تمام، بتقلل الالم شويه. كل ما الاقيها هتقلم اقوم حاطط، قاعد انا قاعد بذاكر، قاعد بكتب، قاعد اقرا حاجه، قاعد بشتغل، حاطط القربه الدافيه تمام. وما تزهقش، ما تزهقش، لان انت هتروح للدكتور هيقول لك احقنك، ماشي لو زادت عليا قوي 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 خالص هاخد حقنه معاملات نمو، اخلي اي حد من زمايلي يحقن لي هنا معاملات النمو تمام. ما جابتش نتيجة مش همسك بقى في زمارة رقبته زي ما بتمسكه في زمارة رقبة الدكاترة، أنا عارف إن الحاجات دي مزمنة وممكن تفضل تروح وتيجي. دي خبرتي عن مفصل الكتف والكوع تمام. واستنوني بقى الفيديو الجاي، هيبقى عن عندنا بقى العمود الفقري والركبة، الحاجات اللي انتوا بتحبوها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.